أهلا بكم في عالم الأبراج وبرنامج المقنع لتحليل الشخصية ومعرفة خبايا النفس البشرية. بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، سأتحدث لكم اليوم عن التوقعات الفلكية لبرج السرطان وبشكل عام. برج السرطان من الأبراج النشيطة والفعالة في المجتمع، وهو برج من النادر أن تحدث معه معاكسات فلكية، فهو برج محظوظ ونقدر نقول أنه إلى حظ الدنيا. مواليد هذا البرج هم دائما أقوياء في التعامل مع الآخرين واتخاذ القرارات الصائبة، يتمتعون بشخصية مسيطرة وهم يعرفون من أين تؤكل الكتف، فلذلك راح تكون السنة الجديدة رائعة جدا ومليئة بالمفاجآت الجميلة. فمبروك لمواليد برج السرطان هذا النجاح في عام 2020. أما نسبة حظوظ مواليد هذا البرج فهي 70%، وهي نسبة جيدة ومتناغمة مع شخصية برج السرطان. إذن في الحلقات القادمة إن شاء الله سأتحدث لكم بالتفصيل عن التوقعات الفلكية لبرج السرطان، وأيضا راح أتحدث عن علم الحروف والأرقام وتأثيرها على النفس البشرية، وكذلك راح نتكلم عن الحسد والغيرة والنميمة ومواضيع أخرى كثيرة تخص علم الباراسايكولوجي. لا تنسوا أن تتابعونا على القناة لمعرفة المزيد من أسرار الحياة، وكل عام وأنتم بألف خير. ما ألوم دموعي وانت بعيد عني، بنار هجرك قلبي يبقى يحترق، تدري كل شي يحترق يصبح رماد، يجي الليل وقلب حسه ينسحب، ينسحب. من غيبتك قلب انشوى بحيرته واحدة انزوى، يا حظ من كنا سوى، ليش انت يا سهر لما نرحب وبعمري ما هيجي طب، ايش راح اسوي بغيبتك لك والله حس تشتت، تخيل شعور اللي سهر سنين يقضيها بقهر، هل قد ما ثقلت دمعته من يمشي مكسور.